فراح نستخرج الناتج اللي راح يكون 7 عدد صحيح 9 12 في 10 سالب 4. اللي حنسويه هسه حتى نقدر نستخرج probability لل at most ل 18 عبارة عن 1 ناقصا probability 19 وأيضا زائدا probability لل 20. اوكي، فواحد ناقصا افتح قوس 6 على الصحيح 8 4 في 10 والسالب 3 وايضا هنا زائدا 7 على الصحيح 9 8 في 10 والسالب 4. اوكي، اسد القوس حينطيني الناتج النهائي للبروبابيلتي الاتموست عندما تكون 18 هي عبارة عن 0.992. طبعا هسه احنا شو استخرجنا؟ احنا استخرجنا القيمة من خلال استخدام يعني قانون الباينوميال. زين اوكي، هسه المطلب الثاني اللي هو انه تحل باستخدام النورمال ديستريبيوشن. اوكي، نجي اوكي نكتب القانون. فراح نجي نقول الحالة بي اللي هي عبارة عن using using normal distribution الخطوة الأولى كالمعتاد نكتب المعطيات اللي انطاها إلي بالسؤال حسب المعطيات لـ probability هنا اللي هي الـ at most شرح يساوي لنا طبعا أكيد للـ 18 حيساوي لنا بالنسبة إلي إنه الـ x أصغر أو يساوي لنا إيش؟ 18. نحولها إلى صيغة الزد بمعنى إنه الزد هي أصغر من زد 1. هاي بالنسبة للـ probability. أوكي، بعد شو أحتاج أني؟ أحتاج قد قيمة الـ LSD. الـ LSD هم كالمعتاد هنا قيمتها 1 لكون الأرقام أعداد صحيحة. فبالتالي إذا نصف قيمة الـ LSD إيش راح يساوي لنا؟ حيساوي لنا 5. على الأساس نطلع قيمة الـ X، فالـ X هنا عندي بس وحدة، فراح تكون بما أنه هو يقول لي أنه الـ X هي أصغر أو تساوي لنا بمعنى آخر أنه الـ 18 راح تدخل، فراح بالتالي نأخذ قيمة أكبر من الـ 18 حتى من نقول أقل راح تدخل بها قيمة الـ 18، فراح تصير الـ 18 زائدا الـ 0.5 حيطلع 18.5 هاي قيمة هسه الاكس. نجي نعوض بالقانون او نقدر قبلها نقول مثلا يابا اوكي الميو هي سوينا الان في البي، فبالتالي خلينا نستخرجها على صفحه حتى راسا نعوض قيم ال20 في 0.7 تعطيني 14 هاي بالنسبه للميو. ايضا اقدر استخرج قيمه السيجما. اوكي السيجما ايش راح يساوي لنا تحت الجذر الـ N في الـ B في الـ Q حيساوي لنا تحت الجذر الـ 20 في 0.7 في 0.3 حينطينا 2 عدد صحيح 0 4 9 3. هاي استخرجنا قيمة السيجما، عندي قيمة الميو، عندي قيمة الـ X، إذن أقدر هسه مباشرة أجي أعوض بالـ قانون. القانون شو يقول لي؟ يقول لي هو عبارة عن الـ X ناقصاً الـ N في الـ B على تحت الجذر الـ N في الـ B في Q. أوكي، نعوض الـ X طلعنا قيمتها اللي هي عبارة عن 18.5 فـ 18.5 ناقصاً 14 على 2 عدد صحيح أو 4 9 3 حينطيني 2 عدد صحيح
196. هاي القيمة المفروض هسه أني أطلعها من الجدول الـ Area Under the Curve، فحسب القيمة الـ A هنا راح يطلع لنا 0.48 من خلال الجدول. من استخرجناها هسه هاي القيمة، لازم هسه نطلع الاحتمالية ايش قد راح تكون وشو راح نشتغلها، بما انه الاحتمالية للزت اللي هي اصغر يعني من 2 على الصحيح 196 حتكون 0.5 زائدا 0.486، فبالتالي قيمة الـ area under the curve هي 0.986. هذا هسه نجي نطبقه كرسم ونشوف الحكي مالتنا هل هو صح ام لا. اوكي، هاي هنا أنا طبعا الزت ساوينا صفر. قيمة الزت 1 بالموجب هنا أنا قيمتها 0.... الزت قيمتها 2 على الصحيح 196. فهنا الاريا هو ايش دا يقول لك؟ بما انه هو دا يقول لك هي عباره عن حاصل جمع هذا المقدار كله اللي احنا قلنا هي من اكبر اصغر فما دون، فبالتالي اذا القيمه اللي راح تاخذها راح تمثل كل هاي المنطقه، راح تمثلها الاي، وهذا صحيح لان هو تقريبا قريب من الواحد على الصحيح اللي هو احنا قلنا، لان قيمه الاحتماليه بشكل عام هي ايش قد قيمتها؟ قيمتها واحد عدد صحيح. اوكي، هسه بنريد نفس الحاله نقارن ما بين القيمتين اللي استخرجناها. بالنسبه لقيمه الباينوميال من نرجع لها، اوكي هاي كانت القيمه، نجي نكتبها. اوكي، الباينوميال حيطلع لنا 0.992، وبالنسبه للنورمال ديستريبيوشن حيطلع لنا 0.986، والقيمتين جدا قريبة، فبالتالي إذا هناك علاقة قريبة وقوية من خلال استخدام القوانين التقريب اللي ما بيناتهم. أوكي، الموضوع المهم أو النوع المهم اللي هسه راح نحكي هو العلاقة relation between binomial and Poisson. البويسون هو ايش معناته؟ هو التوزيع الاحتمالي المنفصل. هذا is a discrete probability distribution defined by، هو هذا هو عبارة عن توزيع الاحتمالي المنفصل. القانون مالته مثل ما تشوفون هنا هو عبارة عن probability للx، اللامدا مرفوعة للx، summation هنا ايضا سالب اللامدا ايضا الى مفكوك الx. الاكس طبعا مثل ما تعلمنا هو الرميات الفعلية، اوكي، وهنا الاي هي مقدار الثابت 2 على الصحيح 718 الى اخره. بالنسبة للميو هسه هاي قوانين طلاب، هسه هاي ايضا قوانين راح تنحفظ. اوكي، بالنسبة للميو هو نفسه عبارة عن قيمة اللامدا، والسيجما هو عبارة عن اللامدا تحت الجذر. فراح هسه نحاول هسه نطبق العلاقه ما بيناتهم حسب المثال الاول. يقول لك اوكي، product of a machine is 10% defective، find the probability of obtaining at most 2 defective item out of 10 using binomial. على كيفنا هنا خلينا نفكر على كيفنا، لان اكو هنا فكره شويه جديده طلاب الاعزاء. اوكي، انتاج فد ماكينه معينه، هاي الماكينه المعينه يعني احنا ما نريد مالتها يعني السيء هو عباره عن 10%، هو هذا الهدف مالتنا. فجد احتماليه find the probability of obtaining at most 2 defective of 10 out of 10، خارج، انتبه، خارج هذني العشرة، خارج هذني الايش العشرة. اذا على كيفنا هنا، اذا الهدف مالتي انه اني البرودكت اوف ماشين از 10% ديفكتيف،
أوكي، من أجي أريد أكتب هسه المعطيات. طبعا هسه بالبداية باستخدام أولا using البينوميال، using binomial. أوكي، أنا شنو عندي المعطيات؟ عندي الـ probability اللي هي at most two term defect، بمعنى إنه الـ probability هي أصغر أو تساوي النجمات اثنين. بمعنى آخر، القيم حتى أقدر أستخرج الـ probability لهاي الاثنين هي من الاثنين فما دون، معناتها الاثنين والواحد والصفر. بمعنى آخر، حتى أستخرج هالقانون حيكون بهاي الصيغة، الـ probability الـ x أصغر تساوي الاثنين هي عبارة عن الـ probability للصفر زائدا الـ probability للواحد زائدا الـ probability للاثنين. هذا كقانون، هذا لازم أطبقه. هسه أنا عندي، حتى أقدر أطبق، أنا عندي بس أهم نقطة الـ P إيش قد والـ Q إيش قد. نجي هسه هنا، هي قبل شوي لهذا أنا بالمحاضرة بالبداية نبهت على فد كلمات معينة. هل يا ترى إنه النجاح والفشل هو فقط إنه الطالب رسب، أم إن الإنتاج كله خرب مثل ما يقولون بالعامية؟ طبعا لا، حسب تحقيق الهدف. أنا عندي هدف، أنا أريد أطلع إنتاج 4% فقط ديفكتيف، إذا هي البي هي الـ4%. افتهمتني طالب العزيز؟ البي هي الـ4%. شلون هذا السؤال؟ هذا السؤال هنا نجد يقول لي the product of a machine is 10% defective. Find the probability of obtaining at most two defective items out of 10. إنه الهدف ما تكأنه هنا، أنا إيش قد عندي؟ النجاح هو هذا. أوكي؟ يعني بقى انقلبت الآية. الـ 0.9 مو معناته فشل، على كيفك. الـ 0.9 مو معناته فشل، مو معناته إيش؟ فشل. افهم. هنا مو معناته فشل، بس هو ده يحكي، هو ده يقول لك إذا كانت 10، وإذا كانت 10% فايش قد الباقي حيكون 90. هو هذا ده يريده، إنه النجاح والفشل، بس هو مو فشل بمعنى كلمة الفشل، وإنما هو مدى تحقيق الهدف ومدى التطابق ما بيناتهم. نرجع نكمل. أوكي، بمعنى هسه راح أجي لازم أستخرج لكل واحدة من دولة، صار عندي معلوم. فهنا الـ probability للـ x يساوي 2. n إيش قد أنا عندي؟ عندي 10 كمفكوك، 2 كمفكوك، 10 ناقصا 2 كلها كمفكوك. هنا 0.1، ليش؟ لأن هاي تعتبر هي الديفكتيف. أوكي، اللي هي الاثنين هاي، وهنا 0.9 اللي هي تمثل لنا 8. طبعا هي شو ما قلنا، هي عبارة عن 10 ناقصا 2. بعد قلنا ما راح نستخرج قيم، انت راح تستخرجها، فراح يطلع لنا الناتج الأول، ومن ثم أيضا الـ probability للـ x 1 يساوي إنه بهاي الحالة مفكوك للعشرة 2 الواحد كمفكوك، وعشرة ناقصا 1 كمفكوك، وهنا 0.1 للأس 1 و 0.9 للأس 10 ناقصا 1، وأيضا راح ينطيني ناتج. ومن ثم هسه الحالة الأخيرة، إنه عندما الـ x تساوي لنا شقد؟ تساوي لنا الصفر. فإذا معناته إذا 10 على مفكوك الصفر، و10 ناقصا صفر كمفكوك، وهنا ايش راح يكون؟ 0.1 للأس صفر، وهنا 0.9 للأس 10 ناقصا صفر، حينطيني أيضا ناتج. شو راح نسوي؟ راح نحاول نجمع هاي النتائج، راح نجمعها الهاي النتائج، فراح يكون قيمتها كالتالي. يعني إذا بنجي نكتب القانون probability اللي هو الـ at most، probability للـ at most 2 شو راح يساوي لنا؟ probability للاثنين زائدا
للواحد زائدا للصفر حيساوينا صفر العدد الصحيح 9298. هاي القيمة في حالة إذا استخدمنا إيش الباينوميال. أوكي هسه هالمرة ما يريد من عندي باستخدام النورمال، وإنما دا يريد باستخدام شيء جديد أو علاقة جديدة اللي هي من خلال استخدام بويسون، من خلال استخدام إيش البويسون. نجي نتذكر القانون ونتذكر المعطيات اللي موجودة آني عندي. آني حسب المعطيات الموجودة عندي من أرجع هسه هنا البروبابيليتي للإكس شي ساوينا هي عبارة عن لامدا للإكس وأيضا الإي لسالب لامدا على الإكس كمطلق. هنا حتى أجي أستخرجها لازم أتذكر بعض الأمور، إنه إحنا قلنا ترى الميو هي نفسها عبارة عن الان في البي، وبالتالي اذا هي نفسها ايش قلنا اللامدا، فبالتالي من استخرجنا الميو اذا هي نفسها ايش هي اللامدا، وهي وشون نستخرج الميو هو الان في البي، فبالتالي اذا العشرة في 0.1 حيطلع لنا اذا قيمة الميو هي عبارة عن ايش عبارة عن 1. بعد عندنا شيء نستخرجه؟ لا ما عندنا شيء، فراح اطبق. طلاب أنا أفضل تطبقون هاي الطريقة اللي حس حكتبها، يعني هاي أسهل. هي إيش كم حالة أنا مفروض أنا حطبق؟ نفس الحالة أنا حطبق ال probability بالنسبة للاثنين زائدا ال probability بالنسبة للواحد زائدا ال probability بالنسبة لمن للصفر، صح لو لا؟ فراح أكتبها هسه حسب قانون اللامدا اللي هو يعني قانون آسف البويسون اللي هو إيش اللي هو هذا ال probability للإكس. آسف خلينا نكتبه بمكان ثاني. نانا probability للإكس شي ساوينا لامدا للإكس الإي سالب لامدا على إيش على هذا. أوكي من نجي حسب هذا السل أمامكم شحش شون حكتبها. أفتح قوس كبير حيكون هنا هو شنو لامدا اللي هو جد قيمتها واحد مرفوعة الجد للإكس اللي هو هنا قيمتها اثنين على مفكوك الاثنين زائدا هاي الزائد نزلت. هسا أجي للبروبابيليتي مال منو مال واحد، واحد مرفوع للإكس اللي هو قيمته واحد وأيضا قيمة الإكس كمفكوك هنا واحد زائدا أيضا راح تجي هنا حيكون واحد للصفر على مفكوك الصفر. أسد القوس الكبير وأخلي الإي اللي هي جهد مرفوعة السالب واحد. أجي هسه هنا معناته واحد إلى اثنين زائدا واحد زائد واحد، وهنا حصير إن عدد صحيح اثنين آسف عدد صحيح دوت سبعة واحد ثمانية اثنين ثمانية لسالب واحد حيعطيني القيمة 0.919 سبعة. شو تمثل لنا قيمة الاحتمالية عندما يكون التوزيع من خلال بويسون. من نجي نقارنها ويا القيمة اللي استخرجناها بالباينوميال. إذا هسه الباينوميال يطلع لنا 0.9197 وبالنسبة للبويسون أوكي. بالنسبة للبويسون نانشر حيطلع لنا 0.9197 أيضا القيم اثنيناتها متقاربة جدا، فبالتالي إذا الحل مالتنا أوكي صحيح، وهناك علاقة أيضا قوية من خلال الباينوميال والدستربيوشن. بالنسبة للمثال الثاني والأخير بمحاضرتنا لهذا اليوم هو عبارة عن أيضا من يحكي يقول the probability of failures of a certain processes is 3%. Determine the probability of three failures at most in 100-ish repetition of the processes. إذا كانت احتمالية فشل عملية معينة هي شقد هي 3%. إذا حدد مدى احتمالية إنه 3 هو الفشل لكل 100 مرة عملية
تكرار. هل نفس الحالة؟ ده يقول لك أوكي باستخدام مرة البالوم ديستريبيوشن والمرة الثانية باستخدام البويسون. أيضا نفس الحالة راح نرجع هنا ونحاول نحلل السؤال ونحاول نكتبه. فمن نجي أيضا أول شغلة نقول using البينوميال distribution راح نحاول نكتبها. شنو هي المعطيات اللي عندي وشنو الشغلات؟ أنا أول شغلة عندي إنه الـ n تساوي لنا جيجات طلبة الأعزاء. الـ n تساوي لنا 100، هاي بالنسبة لأول شغلة. بالنسبة الـ x جيجات تساوي لي؟ تساوي لي 3، بما إنه هو ده يقول لي at most، فمعناته إذن هو أصغر أو يساوي. بعد ايش عندي؟ بعد اني عندي اهم نقطة اللي هو ايش قد قيمة الـ B وايش قد قيمة الـ Q. هم نفس الحالة هنا انه هو ايش ده يقول لك؟ The probability of errors of a certain process is 3%، 3%. اذا كأنه هو الهدف مالته او الاحتمالية مالته انه الـ P ايش قد حتكون؟ حتكون هي عبارة عن 0.3، فبالتالي الكيو هو حتتحدد الاحتماليه للميه. فكانه هنا من خلال هاي الكيو انا حطلع الفشل، فبالتالي الكيو ايش قد حتساوي لنا؟ حتساوي لنا 97%. 97%. فاجي هسه ارتبها بشكل اكثر، يعني بهاي الحاله حصير عندي اذا البروبابيلتي الاتموست 3 هي عبارة عن probability الـ x أصغر أو يساوي لنا 3، بمعنى آخر إنه احتمال 3 واحتمال 2 واحتمال 1 وكذلك احتمال 0، لأن احنا 0 لازم يتواجد لكونه ايش؟ كأنه قيمة. نجي هسه نعوض بالقانون ونجي نحل. فالاحتمالية بالنسبة للثلاثة هي عبارة عن مفكوك المئة على كمفكوك مئة ناقصا ثلاثة كمفكوك مضروبة في 0.03 للأس ثلاثة مضروبة في 0.97 للأس 100 ناقصا اتلاف. راح نعطي مباشرة هنا الناتج، ومن ثم الاحتمالية عندما تكون 2 راح تكون 100 مفكوك الاثنين، طبعا مفكوك المئة على مفكوك الاثنين على ناقصا 2 كمفكوك، أيضا 0.03 مرفوع للأس 0.97 مرفوع المئة ناقصا 2، وأيضا راح ينطيني القيمة الموجودة هنا. ومن ثم probability للواحد أيضا حينطيني 100 أوكي على مفكوك الواحد 100 ناقصا الواحد على 0.03 للواحد، وهنا 0.97 أيضا الناتج. الاحتمالية الأخيرة عندما تكون للصفر فحتكون 100 كمفكوك والصفر كمفكوك 100 ناقصا صفر كمفكوك مضروبة في 0.03 للأس صفر و 0.97 للأس 100 ناقصا صفر، راح ينطيني ناتج حاصل طلاب الأعزاء، حاصل جمع هذين الثلاثة العفو الأربعة وليس الثلاثة، راح تنطيني القيمة اللي راح نخليها هنا فيساوينا 0.6474. هاي شو تمثل؟ هاي تمثل القيمة باستخدام قانون
الباينوميال. اوكي المطلب الثاني اللي اريده من عندي، اوكي اذا استخدمت انت البويسون، اذا هسه نقول له using Poisson distribution اللي هو القانون مالته probability للx يساوي لنا لامدا للx كلامدا للx والاي سالب اللامدا على مفكوك الx. المعطيات اللي عندي ايضا ال n هي عبارة عن 100، احتاج ايش؟ احتاج اللامدا اللي هي طبعا اللامدا اللي هي ايش تساوي لنا، هي نفسها عبارة عن ال n في ال b، بمعنى اخر حتصير القيمة هي 100 في 0.03، حينطيني اذا اللامدا تساوي لنا 3. نيجي نعوض مباشرة، نعوض الx اصغر او يساوي لنا 3، ايش راح يساوي لنا؟ نفس الطريقه السابقه اللي قبل شوي علمتكم عليها، اللامدا هي يعني كانه اخذ بس هذا الجزء، طلاب اخذ فقط هذا الجزء، هذا اشتغل عليه بحده، فاللامدا ايش قد قيمتها؟ هي 3، مرفوعه للx اللي هي الاولى ايش قد؟ 3 على مفكوك اللي هي 3 مفكوك، زائدا اللامدا هنا ايش قد قيمتها؟ ثابته اللي هي الثلاثه للاسها المره ايش قد؟ 2 على مفكوك الاثنين، زائد ايضا 3 للواحد على مفكوك واحد، زائدا هنا ايش راح يصير؟ 3 للصفر على مفكوك الصفر مضروبه في الاي للاس سالب 3، وأيضا عمليات الضرب والقسمة، فبالتالي probability للx أصغر أو يساوي لنا 3 هي عبارة عن 0.6472، هاي هي القيمة اللي استخرجناها. راح نقارن هاي القيمة مع القيمة اللي استخرجناها ها هنا بالنسبة للباينوميال، ونشوف مدى التقارب ما بينهما. نجي بالنسبة للباينوميال ايش قد كانت؟ 0.6474، وبالنسبه للبويسون كانت عباره عن 0.6472، ايضا القيمتين متقاربات جدا، فبالتالي الحل صحيح وهناك علاقه قويه ما بيناتهم. طلاب ان شاء الله اكو يعني حرفع فيديو ثاني منفصل ان شاء الله بكت يوم الاحد اذا رب العالمين اعطانا الصحه والعافيه، بحلول مع الموضوع السابق وبعض من هذا يعني من الموضوع العلاقة، وحرسل لكم توتوريال أهم أفهمكم ياهو أنتوا تحلوا وياهو علي، وإن شاء الله نشوفكم بصحة وعافية وخير والسلام عليكم.